إلا ما كانش الأمل ما يمكن تستعمل انخفاض ديال النشيطات كانوا 27% اللي رجعوا 18%، راه ماشي اللي سألوا واش يخدموا، ولكن كنشوف راسها غادي في طريقها يسمع غير المسألة الأمنية، وهذاك الصالير حتى هو فين عاد تغدى فين عاد تنقول إلى آخره، سبوز بروبليم. وهادشي كلشي عنده علاقة بالأوربانيزم، عنده علاقة في البلان. المشاركة ديالي اليوم في الحقيقة سي ان غران بليزير، حنا جد سعداء كمجتمع مدني، اولا كمواطنة بيضاوية، ثانيا كناشطة بيئية، ثم كمهنية، مهنية بعد 20 سنة ديال التمرين في الميدان ديال الهندسة المنظرية. جد سعداء بهذه المشاركة لانه حنا اليوم ب 2021، تيخصنا نردوا البال، راه ما بقيناش التسعينات ولا حتى في بداية القرن، يعني حسب السياق الحالي للدولي ولا الوطني، اللي شنو السياق اليوم نقدروا نختزلوه في كلمه واحده، هي الازمه. ازمه متعدده الاقطاب، ازمه اجتماعيه، اقتصاديه، بيئيه، صحيه. حنا كنشوفوا الكوفيد، وغادي نتكلم بسرعه على الكوفيد اليوم. العلماء الايكولوجيين، الخبراء الباحثين على مستوى الدولي، كل شيء متفق بانه الاصل ديال الكوفيد هو كسر داك التوازن في التنوع البيئي، هو اللي خلى بحال هاد الاوبئه تبان. وعلى ما كيتحكى، يعني كنتكلم دائما على المستوى العلمي، خصنا نبداو ننتظروا ان بحال هاد الاوبئه تبدا تبان تقريبا كل 10 سنين، بينما كانت كتبان كل 100 سنه. غير هذا فقط، هذا بوحده هذا مؤشر كبير، مؤشر مهم جدا، اللي كيخلينا اننا نعاودوا النظر في طريقه العيش ديالنا، في طريقه الاستهلاك، في طريقه التواجد ديالنا فوق الكوكب، يا كنا في المغرب يا كنا في بلد اخر، يا كنا في بلد فقير يا بلد غني. دونك اليوم كيخصنا نعاودوا النظر في الطريقه ديال تدبير الشان العام، لانه حنا اليوم كمدينيين كنعيشوا في المدينه، وحنا كنعرفوا بانه في 2050 70% ديال السكان، 73% في المغرب، غادي يكونوا مدينيين، يعني جوج المغاربه على ثلاثه غيكونوا مدينيين. فاذا من الطبيعي اننا نعرفوا كيفاش غندبروا هذه المدينه على كل المستويات، الطاقه، الماء، سورتو الموارد الطبيعيه. فاذا هذا هو الهدف السامي ديال هذا المشروع الضخم اللي بدينا مع الائتلاف المغربي للمناخ والتنميه المستدامه، اللي تجمعوا فيه واحد المجموعه ديال الجمعيات، باش كل واحد من الزاويه ديالو، حتى انه كاين مواطنين معنا، كل واحد كيساهم في هذا المشروع. دونك حنا كنحاولوا نشوفوا هاد المحاور من العيش ديالنا حسب الاساسيات ديالنا، اساسيات يا سواء كنا في 2021 ولا قبل. اساسيات شنو هي؟ على راس ديالها هي الصحه. أول حاجة عندنا في حياتنا هي الصحة ديالنا، الصحة ديالنا، الصحة الجسدية، النفسية، الفكرية والروحية، هادو كلهم مهمين وكيجيو قبل الرقمنة. الرقمنة اللي كتسم بها المدينة الذكية، حنا بالنسبة لنا الذكاء الحقيقي كيتواجد في العلاقة ديالنا أولا مع هاد الطبيعة، باش يمكن مع الطبيعة، باش يمكن نخدموا على هذه القضيه ديال الصحه ديالنا، ومن بعدها كتجي الصحه ديال الطبيعه، لانه اليوم العالم كيتكلم على وان هيلث، يعني صحه واحده. صحه واحده يعني الصحه ديال البشر، الصحه ديال النبات، وصحه الحيوان. ما يمكنش تكون صحتي مزيانه الا ما كانش الصحه ديال عالم الحيوان والنبات ما كايناش. دونك سا سي تري امبورطون. من بعد كاين الاقتصاد، جاي الجديد من الاقتصاد، مهم، ما يمكنش نبقاو غاديين بالراسماليه المتشدده، لا يعقل. من بعد هاك الانتقال الديمقراطي، السلم الاجتماعي، السلم الاجتماعي ما يمكنش يجي غير هكذاك، وماشي الرقمنه اللي كدير سلم اجتماعي، كيديروه بزاف ديال المكونات، فضاء العيش اللي كنعيشوا فيه من الصباح حتى الليل، اللي هو الفضاء الخارجي. علما ان المغاربه بحكم المناخ ديالنا اللطيف كنعيشوا كثر برا اكثر من 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 في البيوت ديالنا. كاين الاشعاع ديال الدار البيضاء، بغينا الدار البيضاء تولي مشعه على المستوى الوطني، مستوى الدولي، ماشي فقط الناس يجيو للسياحه ديال لي زافير، يجيو يشوفوا الدار البيضاء، الدار البيضاء الثقافيه، الدار البيضاء المنظريه، الدار البيضاء العمرانيه، يجيو الناس يبداو يزوروا الحدائق، المنتزهات، نرجعوا الفن للحدائق اللي كان عندنا، شحال هذا.
دونك هادشي كله كيدخل في واحد الدار البيضاء ديال 2050 اللي بغيناها تجدد واللي داخله في الحقوق ديالنا والواجبات ديال المسيرين. المائده المستديره اللي كنديروها اليوم بحضور مجموعه ديال الخبراء والمؤسسه ومسؤولين مؤسساتيين وممثلين ديال الجماعه الترابيه، كيجي تتويج واحد ديال المسار اللي بدا هذه تقريبا شي 3 شهور، لي زاتولي وواحد لو بارطاج وواحد مجموعه ديال الاوراش اللي دارت باش نشوفوا اشنو هما النواقص ديال التعمير في الدار البيضاء، وشنو هما لي زاتو او المسائل اللي نقدروا نضيفوا حنا كمجتمع مدني باش بور باليي هاد المشاكل الاختلالات اللي كيعرفها التعمير في الدار البيضاء. وصلنا لواحد القناعه بان التعمير كيجي دائما او السياسه التعميريه التخطيط في التعمير او البرامج ديال التعمير بصفه عامه كتجي من الفوق توب داون، يعني بدون اشراك حقيقي للمجتمع المدني والقوى الحيه، وبالتالي حنا بغينا نعطيو وجهه النظر ديالنا والرساله اللي بغينا نوصلوا بان كاين مقاربات وكاين اليات وكاين خاصه تفعيل ديال المقاربه الديمقراطيه اللي هي الديمقراطيه التشاركيه واللي يعني نصص عليها الدستور والقوانين هو القوانين التنظيميه او الدستور ومجموعه ديال القوانين كتحث على الاشراك الحقيقي للمواطن وخاصه الخطابات الملكيه واللي ديال 2017 2018 مجموعه ديال الخطابات اللي كتقول بان المواطن خصو يكون في قلب التدبير ديال المدينه ديالو ويكون فاعل في التصور واتخاذ القرار فيما يخص المشاريع اللي كتهمو الانشغالات ديالو، وبالتالي حنا من هذا المنبر كنحاولوا نوجهوا رساله للفاعلين الترابيين والمسؤولين على المدينه الدار البيضاء على ضروره الاشراك المجتمع المدني والقوى الحيه في التدبير الترابي باش ما تبقاش المدينه ديالنا ليطالمون ديالها، يعني ما حرفيش حنا الدار البيضاء كل العام كتزاد ب 500 600 قطار، وبالتالي كاين واحد لانارشي وبغينا نركزوا على بعض الاختلالات خاصه فيما يخص التعمير. واهم نقطه ربما اللي كنشوفوا من وجهه النظر ديالنا كتخلق هذا المشكل هو لا ديروغاسيون، الاستثناءات اللي خلقات شوهات الدار البيضاء وخلقات واحد اختلاف في التدبير الترابي ديال مدينه الدار البيضاء اللي ولات واحد أسوأ نموذج في التدبير الترابي على مستوى المملكه، ودي شار ليها الملك في خطاب ديالو 2013. وبالتالي حنا كما قلت لك هي مجموعه ديال الخبراء ومجموعه ديال الاساتذه ودي بارتنير محليين ودوليين باش نحاولوا نعطيو واحد يعني نوصلوا رساله بان المدينه سي ان بيان كوما اللي خصو الديمقراطيه ديالو ونشاركوا فيه كاع القوى الحيه بيان سور، والركيزه ديال تكون هو الذكاء الاجتماعي ديال جميع البيضاويين والبيضاويات باش نعطيو واحد المدينه ذكيه انكلوسيف اللي كتجمع اللي فيها دوك لي بارامتر سته ديال المدينه الذكيه اللي هما الرفاه اللي هي لا ريزيليونس اللي هي التكيف اللي هو الصمود، وبالتالي هاد لي زانغريديون بغيناهم يكونوا حاضرين في التصور ديال المدينه ديال الغد، وهادشي علاش حنا اوميليت بوغ اوجوردي.